بعيد راس السنه قلت لها الراتب ده حيتاخر شوي علي كيف شوي لين ما عندي فلوس ها تروح تجيب كيك تجيب مدري ايش وانا ابو عزمه بيت اخويا وبيت اخويا ما شاء الله عشيره يعني على عيني وراسي عزمهم بس اذا يكون عندي فلوس بس راد يعني جعل شهر قدري انت قدري لا جابتهم وذبتهم علي قلت لها ثاني يوم قلت لها يعني انت تدرين هم اللي حيجون قالت لي ادري يعني نور هي العزمتهم قلت لها ادري ما قلت لها النور ابوي ترى ما عنده لا انت غصبهم عليك هي غصبهم علي من يجي هد شوفت عيني كاني دا اصرف على البيت من الراتب مالتي ما دا اقصر وياكم والله دي بارك براتبي ليش لما يعني همي همي الوحيد هو اهلي اهل بيتي تقولي لي غصب ما عليك اي باكر يبيع البيت البيت باسمها يعني عارف الحكايه تكررت من زمان طبعا الحكايه تكررت من الشراء هي اشترتها سلفه من المصرف وقاموا يستقطعون من راتبها يعني بيني وبين الله اصرف على عائلتي غصب ما علي اي بيني وبين نفسي بس ما الواحد يقول لي غصب ما عليك ما انجبر بيت بيتي باكر ابيعه يعني بيت باكر تبيعي تروحين تلفين يم بنات يم خواتك واني وين اولي وين اروح اخر شيء صار يعني قلت لك الميموري ملا بعد ما اتحمل هاي سنين مو هسه جديده نور ايش كبرها حجي نور عمرها 31 سنه شنو دورها قمت التزمت الفلوس اشتريت لها بيت النور الله يوفقك واجرته والايجار يجي البتي واشتريت لها باقي الفلوس وصلت قاع 200 متر هم من يم البيت هم باسمها قلت اي باسمها قلت لها بابا هاي ضمان اليك انا باشر مودع يعني انا لو اريد اغشهم كان الفلوس اخليها بروح اتمتع مو بس انا افكر ببتي طيب اوكي من انت قدمت هيك النور ايش قدمت لك؟ كل شيء ما قدمت طبقت ويا امها حتى ما فكرت يابا اسوي لك اكل وهسه البيوت كلها باساميهم وانت مسحت ايدك بالحائط عوضي على الله عوضي على الله يا الله لا تبالي ولا تحزن وامسح دموعك وارفع قضيتك لرب السماوات قاضي القضاة واعلم انه العادل شديد القصاص سيقتص منهم في الدنيا وفي الآخرة لأن دمعاتك كالنار تحرقهم وأنينك وحسراتك كلها مسموعة فلهم الخزي والعار في الدنيا وسوء العاقبة في الآخرة